أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ستظل دوما داعما رئيسيا لكافة الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة في مختلف التحالفات الدولية والإقليمية التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدولي، منوها سموه بالدور الذي تطلع به المملكة من خلال العمل المشترك مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة، مشيرا سموه إلى الدور الاستراتيجي والحيوي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن واستقرار المنطقة، والذي يشكل ركيزة أساسية في مواصلة مسارات التنمية كون الأمن أساسا لها. وشدد سموه على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي اتسمت بطابعها التاريخي المتميز عبر المحطات المختلفة، مما كان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات الحيوية، منوها سموه بأهمية مواصلة ترسيخ هذه العلاقات وفتح مزيد من الآفاق في مجالاتها المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة فخامة الرئيس السيد دونالد ترامب. جاء ذلك لدى استقبال فخامة الرئيس السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نقل سموه إلى فخامة الرئيس الأمريكي تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، معربا عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأمريكي على حفاوة الاستقبال لسموه والوفد المرافق. وخلال اللقاء تم استعراض مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وسبل تطويرها على مختلف المستويات ومناقشة مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وقال سموه إن لمملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ممتد من التعاون المشترك على كافة الأصعدة الذي عززته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة وما أثمرت عنه من نجاحات كبيرة ورسخت الشراكة الوثيقة والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك، منوها إلى الاهتمام باستمرار هذا التعاون نحو آفاق جديدة تعزز هذه العلاقات على الأصعدة الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والدفاعية، مؤكدا سموه أن ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من نجاحات في التعاون المشترك بمختلف المجالات والقائمة على أسس راسخة وقيم ومبادئ مشتركة قد أسهم في فتح آفاق جديدة تواصل رفض القطاعات التنموية المتنوعة بمزيد من الفرص الواعدة لخير وازدهار البلدين والشعبين الصديقين. Thank you very much. It's a great honor to be with the Crown Prince of Bahrain. He is a friend of mine and the country is a friend of ours. We're always going to be with them and I know they're always going to be with us. We have a tremendous relationship militarily, but we have also a tremendous economic relationship, trade, and we're going to be discussing all of those things. We'll certainly be discussing what took place over the last 2 days in Saudi Arabia. Absolutely. And we'll be discussing the Middle East. But our relationship has never been stronger than it is right now, and I think that is largely based on the relationship that we have. So I look forward to having our discussion. Thank you, Mr. President. It's a great pleasure to be here. Would you like to say something? Well, I would like to say thank the President for receiving me and my delegation here today. I'm here to convey the greetings of His Majesty and the people of Bahrain, to strengthen the relationship which is based on shared values where they overlap, ideals. We primarily, as the President said, are going to focus on discussions related to security enhancement and trade enhancement. We signed today an agreement to purchase our first Patriot missile battery systems, and it couldn't have come at a better time. Good job. Absolutely. And we seek to strengthen America's ability to trade with the world, and we have some concrete ideas on how we can do that.
Well, thank you very much. Thank you. Look forward to the day and spending time with you. And thank you all very much. I'll be doing a news conference outside in a little while, just part of the trip to London, New Mexico, and to other places for 2.5 days. And many of you will be with us, and I look forward to that. But in particular, I look forward to our meeting. Thank you.